السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. درس النهاردة ان شاء الله للناس اللي بتحب العربيات ودمج العربيات بشكل عام. يعني الدرس هيكون بسيط بإذن الله كالعادة وزي ما متعودين، وهيكون في كام خطوة بالعدد عشان ما اطولش عليكم. لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ في الدرس على طول. فخلينا نبدأ سريعا ان شاء الله كالعادة. الموضوع مش هياخد غير كام خطوة وبكل سهولة، وما فيش حاجة صعبة بإذن الله. فخلينا، أنا الصورة دي حملتها منين؟ حملتها من جوجل، ومحدش يستهون بجوجل يا جماعة. جوجل أحيانا بيديك صور نادرا، يعني لما تعرف تجيبها من حتة تانية. تمام، فدي الصورة اللي أنا اشتغلت عليها، أو اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة. تمام، الصورة انا قصيتها عشان ما اطولش عليكم، بس الشادو اللي تحتها ما قلتش امسحه واعمله من جديد، لا انا قصيته كمان معانا، وهنشوف هنقدر نظبط الموضوع الشادو ده ازاي. تمام، فخلينا كده نبدأ. تمام، نطول المايك ده شوية. ده الستون او الجبل او الحجارة، ايا كان المسمى بتاعها اللي هنشتغل عليها برضو. تمام، هنبدأ ناخده معانا كده نكبره بالشكل ده، هنوسع الديزاين بتاعنا شوية. تمام، وهننزل بيه كمان شوية، وهبدأ اخد الجزء ده اكرره كده Alt اشده. تمام، اشد الاثنين، اشد كله بقى معانا تحت كده الاول. بس انا محتاج اعمل كونفرت كل الكلام ده عشان لو جيت اصغر الدنيا معايا تبقاش صعبة. تمام، هاجي عندي موضوع الستون ده، هجيب الاستيكة بتاعتي، هبدأ امسح حاجات الحادة اللي فوق على اساس ان انا هخلي الاثنين واحد يعني. تمام، بعد كده هعمل لهم ميرج، وهجيب الأداة دي، ركزوا معايا. هبدأ نشيل بس العربية، هبدأ أحذف الحاجات اللي ممكن تعمل لي إزعاج في الصورة أو في الأرضية. تمام، ولو عندنا حاجة زي كده ممكن Alt كوبي من الحتة دي كده، وأبدأ إيه اعرجها. فتمام، طيب انا شايف وانا قاصد ان انا اجيب صورة مبكسلة شوية عشان نقدر كمان نتعلم ازاي ان احنا نعالج الموضوع ده. لو في ستوك معانا احنا شايفين ان هي دي اللي هنعرف نشتغل عليها ومش عارفين نجيب منها الكواليتي العالية، هقول لكم نعمل ايه. بس اخد ايه بق قهوة في السريع معلش عشان نعرف نركز، والقهوة كلنا عارفين محدش يقدر يشتغل من غيرها عامة. فطيب خلينا نقف على اللاير بتاعت الارضية، ونروح عند فلتر، وبعد كده كاميرا رو، واعمله زي ما انا هعمل بالظبط. عندنا لو زودنا الباور اللي في الاول ده هيبدأ هو يعمل لي ايه؟ بيبدأ يظهر لي مسام الصورة كده. عارفين انتم المسام دي؟ يعني خلينا نلاحظ كده اهو اهو. تمام، اللي تحت ده بقى بينعم الدنيا شوية. تمام، هيبقى في فرق، بس فرق حاجة بسيطة جدا جايز ما تتلاحظش. فهنيجي نظبط الموضوع ده من نفس الفلتر ده. ده مش فلتر خارجي ولا حاجة، هو بيكون موجود في اي فوتوشوب يعني. هنبدأ نشوف كده، بدأنا نشوف الفرق طبعا واضح، بدأت الصورة تظهر، بدأت تتظبط، بدأت البكسلة تتشال، وده المهم. هنصبر عليه شوية. اوكي. تمام، شوف بس الامج سايز عاليه 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 عاليه. هنحاول نقلل المقاس ده شويه معلش، الجهاز عندي بعافيه ممكن. تمام، هنبدا نظهر العربيه بتاعتنا. طيب موضوع الشادو اللي تحت ده الموضوع صعب. ها صعب، هنقعد بقى استيكا ونمسح لا لا خالص، خلينا زي ما احنا كده. هنيجي هنا نخليها المالتي، نشوف المالتي هتقول لنا ايه. المالتي هتقول لنا حلينا لكل مشكله بتاكد زرار واحده.
تمام زي الفل. خلينا نروح فين الصورة دي بقى؟ حملناها منين؟ حملناها من فري بيك الباشا بتاعنا اللي ما بيقفلش بابه في وش حد. تمام، اهم خطوة، اهم حاجة في الموضوع، هنظبط الابعاد عشان ما نخليش في حاجة تبقى مش مظبطة. ابعاد الديزاين، ابعاد الديزاين، ودي حاجة مش ثابتة يعني، دي حاجة على حسب معينك هي بتقول تمام اوكي هو ده. تمام، طيب انا شايف ان كده تمام. طيب خلينا نعمل ايه؟ خلينا نيجي عند الليفلز. تمام، وادوس كنترول الت جي عشان اللي هعمله ده يحصل في الارضيه. طيب انا عايز اخلي الكالر مود بتاعت الديزاين بتاعتي تكون حاجه في النايت، تكون حاجه في الليل كده. تمام، فهبدا اضلم الجزء بتاع الارضيه ده بالشكل ده كده. اوكي، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل ايه؟ مش عارف. طيب خلينا نعمل كمان ليفلز برضو في نفس الموضوع بتاع العربيه زي الفل. تمام كده، وممكن في نفس الموضوع نعمل الكلام ده. جميل. طيب عايزين مبدئيا بلاش الموضوع ده، هنا هنظبطه احنا بالكونتراست كده عادي، مفيش مشكلة خالص اهو. تمام، عندنا كده يا جماعة عايزين نعمل لايت في الجزء اليمين ونزود الإضاءة هنا في الجزء الشمال ده، ونبدأ نشتغل على توزيع الإضاءة ونفهم بقى الإضاءة رايحة فين وجاية منين وكل الكلام ده. تمام، فمبدئيا يعني وأول حاجة عايزين هنيجي عند الليفلز بتاع العربية اللي احنا عملناه خلاص، وهنيجي عند الجزء الأبيض ده المربع الأبيض، هندوس كليك وكنترول اي هيبدأ يعمل لي ماسك. هبدأ اجيب البراش وابدأ ايه اقول له انا عايز الاضاءة السوداء اللي انا عملتها تكون جاية من هنا. تمام تمام تمام، والجزء اللي بره ده يكون فاتح. تمام، انا هبدأ اظبطه كده اهو. على اساس ان اللايت اللي على اليمين دي هتكون هنا حاجة اقوى شوية، فهتبقى المفروض ان هي خابطة في العربية من على اليمين، فعاملة الاضاءة بالشكل ده. وعندنا الجزء ده كله كده غامق، فاحنا ايه هنحاول نقفل الدنيا دي في الجزء بتاع العربية الشمال. تمام، طيب هنيجي نقف هنا كده، هنعمل لاير جديدة براش اللون الاسود زي ما احنا، وهبدأ اخد شريط اسود كده بس اسوده على الاخر، وهبدأ اشد فوق كده. طب انا عملت ايه؟ انا ضلمت بس كل الليلة دي، هطلع اللايت لفوق. تمام تمام، طيب خلينا نيجي عند الجزء او نقف فوق خالص، نكريت لاير جديدة براش، ناخد نفس الدرجة انا عدليها شوية، نكبر هوب، سكرين سكرين، وسع. تعال نشوف هنا ده بيقول ايه. الت شد كده الجزء ده، شايفين عمل معايا ايه؟ نفس الكلام، كريت لاير، اخد نفس الدرجة، فتح شوية، كليك. تمام، ركزوا معايا، محدش يسرح، محدش يقول خطواتك سريعة والموضوع صعب. الموضوع مش صعب خالص، كل اللي انا عايز اعمله ان الديزاين ما ياخدش وقت والموضوع يكون بسيط. مبدئيا يا جماعه اللونين دول مع بعض، الميكس ده مع بعض كده بيبقى ملوش حل في اي حاجه بقى، في اي هات طبق فول حط فيه الاتنين اللون دول ظبطوا الدنيا يعني. تمام، ليه؟ لان انت حاسس هنا ان في هوت كلر هنا وهنا
في برود، عارف انت لما تحط السخونة مع البرود تحس هو ميكس مش متركب، بس في حاجة صح، في حاجة حلوة. تمام. فخلينا تمام. هنيجي بقى عند شغل الستون بقى يا جماعة، الستون او الحجارة، لما حد يقول لي ان هي يا عم مش ستون، ده ستون ده يعني حجارة. ما هي حجارة والله، بس هي على شكل كبير يا عم، ما تزعلش. تمام، ركزوا معايا. هنقف على اللاير بتاعته، هنكريت لاير تبقى داخل جواه، هنجيب البروش، هناخد نفس درجة اللون، هنعلي. تمام، ركزوا معايا. هبدأ امشي كده، بس هو كده مضلم لي الدنيا عشان هو واقف على اللهم صل على سيدنا محمد، واخد الشادو يعني، او واخد اللي احنا كنا مسودين هنا باللاير ده. بصوا تمام، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز انزل ده خالص تحت دلوقتي، مفيش مشكلة، نعمل الشغل بتاعنا بس اهو. هبدأ امشي كده، بالراحة، ما حاولش ادخل جوه ولا شخبط جوه، خليني زي ما انا بره بالشكل ده. تمام، طبعا عشان ايه ليفلز المعمود، فممكن نطلع ده فوق. فخلينا نيجي نجرب نفس الموضوع، وهوب الت كده بقى، شايفين عمل معايا ايه؟ على طول ظبط الدنيا. الاستيكه بتاعتي خفيفه، ابدأ امسح كده الاطراف دي بالراحة على اساس ان هي تبقى قوية قوي من قدام ونازلة على مفيش زي ما بيقولوا يعني. تمام، ممكن اديها واحدة كمان مش مشكلة، بس اقلل الوبست شوية. هنبص من بعيد، بدأت الدنيا تظبط، بس طبعا مش كفاية، هعمل لاير تانية نفس كل حاجة زي ما انا، بس هكبر السايز بتاع البراش، الفلو هقللها خالص. هبدأ كنترول الت جي عشان ادخل اللاير، وهبدأ كده. تمام 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 بالاستيكة هبدأ اهدي الدنيا، ونهدي اللعب عشان الدنيا ما تضربش منا. حلو، طيب هعمل لاير اخيرة، كنترول الت جي براش، هاخد الدرجة اللي قبل الابيض سيكا، وهقلل السايز بتاعت البراش قوي بقى، وهعلي الفلو. هوب، اربط لحد هنا، هنعمل نفس الخطوات. هنقلل الوبست شوية، فأصبحت كده الدنيا ايه يعني شغال. تمام، طيب هنيجي هنا بقى. هو مبدئيا احنا عايزين اساسا كل الالوان دي تاخد اللون البرتقالي شوية، عشان حاسس ان الدنيا صفرت معانا. صح، تمام. طيب نغير كمان نفس الشغل ده، بس ركزوا بقى هنعمل ايه. هنقلل السايز، هنخليه مثلا 6 ماشي او 5، وهنبدأ ندي الخطوط اي حاجه تحسوا فيها خطوط ادوا فيها خطوط على طول. طيب خلينا نقول ان احنا ماشيين كويس، ركزوا معايا. الاستيكه، وهبدا احذف
زيادات بالشكل ده الهادي خالص. تمام، يعني يدخل لي اللايت كده ناحية جوه، فاهمين انتوا؟ حاجات بسيطة بس بتفرق والله. طيب نفس الجزء اللي في اليمين هو هو نفس الشغل، بس بدل اللون اللي هو البرتقالي ده هيبقى الدرجة دي. تمام، كمان انا مش هتكلم يعني انتوا بقى ايه؟ خلاص احنا شرحنا الجزء اللي على الشمال، ركزوا انتوا في اليمين عشان انا نوفر. تمام، زي الفل. طيب هنيجي بقى الموضوع بتاع العربية. تمام، ركزوا معايا. ار، وهنقلب الشاشة معانا كده، ومن عند كاوتش العربية من تحت، وهنبدأ نعمل الشغل بتاعنا. اهم حاجة ايدينا ما تسرحش لجوه، وحسس نفسك كده ان انت ماسك فرشة في ايديك، وبالراحة خالص يبدأ يسحب كده. كده انا ايدي دخلت من جوه اهو، هبدأ ارجع. تمام، هي دخلت لجوه برضو من هنا، هنبدأ نعالجها بالأستيكة، مش مشكلة خالص. نفس الكلام يا جماعة، نفس الكلام. Alt، كل حاجة زي ما احنا. هنقلل الفلو، لا هنعلي الفلو شوية. تمام، الجزء اللي باظ منا بالاستيكة كده هنبدأ نظبطه بالشكل ده. ابيض جايز تتوه مني، بس والله هي الفكرة كلها مش عايز وقت الفيديو يطول معايا، عايز الحل اللي هيحس ان في حاجة تاهت منه ارجع وقف وعيد نفس الموضوع عشان وقت الفيديو ما يضربش مننا. بس كده كده كل الخطوات اللي احنا بنعملها هنا هي هي نفسها اللي بنعملها هناك، بس مع تغيير اللون. تمام، خلينا نقول ان احنا كده خلصنا.
تمام، هنعكس كل هو مش هنغير اي حاجة خالص. تمام، دخلت مننا شوية مفيش مشكلة، هنبدأ نعالج بالاستيكة. طبعا انا ممكن اكون بشتغل كمان كده بسرعة، المفروض يكون الموضوع اهدى من كده يا جماعة، عشان النتيجة كل ما هتهدى وتدي التفاصيل حقها جدا كل ما هتطلع بنتيجة احسن بكتير. تمام، فانا طبعا بكرويت بصراحة، يعني انا بقول لكم الموضوع بيمشي ازاي. وانت ادي التفاصيل حقها. الكاوتش ده هيحصل فيه شوية شغل كتار مليان تفاصيل. تمام، خلينا بس الأول نعمل نفس خطواتنا. أنا شايف إن السكرين هنا ممكن تبقى أفضل، أو هنرفع فوق ندي لها اللون البرتقالي شوية بقى عشان هي كده أربع على أصفر أوي يعني. وبالأستيكة هنعالج الحاجات دي. لاير تانية هنقلل الفلو، في حاجات هنبدأ نظبطها بالاستيكة برضو زي مثلا المراية. انا حاسس ان اللي تحت ده محتاج يتظبط ويخف كمان. تمام، هنيجي عند كاوتش هنبدأ نعمله لاير تانية. ركزوا هنا في لايت بيضة هنبدأ نغير لونها. حاسس ان ايدي عمالة تسرح جوه مش عارف ليه. موضوع التاب بقى يا جماعة بيساعد جدا في الحاجات دي للناس اللي عايزة يبقى الموضوع ده سهل معاها قوي. موضوع التاب بيساعد كتير.
تمام، خلينا نقول ان احنا كده خلصنا. طبعا احنا ما خلصناش خالص والله، احنا يعني في كرواتة جامدة، بس سامحوني وقت الفيديو بقى بيحكم. تمام لاير هبدأ كده اجرب ادي في العربية كلها من على الجنب كده واشوف هعمل ايه. تمام انا شايف النتيجة كويسة، ممكن بس نخف الكلام ده يعني نهديه شوية، مش قوي يعني، ممكن حاجة بسيطة. تمام جميل. طبعا احنا لسه ما اشتغلناش ولا عملنا بقى كونتراست ولا عملنا اي حاجة بقى في لعب الالوان، لسه ما تستعجلوش. الو تاخدوا حاجة جامدة. طيب هنيجي اول حاجة فوق كده ونشوف الكالر لوك اب هيقول لنا ايه. ناخد اول واحدة، ننزل مش هننزل كتير على فكرة. طيب انا شايف ده كويس. تمام اللي هو ده اورانج انتيد مش عارف ايه. تمام ده كويس. لو خلينا سوفت كده ونشوف السوفت لايت هيقول لنا ايه. حلو مش وحش. خلينا في السوفت، سوفت كويس. طيب هنيجي بقى نعمل كولر بلانس ونشوف كده الكولر بلانس هتقول لنا ايه. كولر بلانس برضو حاجه برضو مش سهله. طيب محتاجين بقى نغمق الليله اللي تحت دي كلها يا جماعه. هنكريت لاير اسود، قلنا هنشد شريط بالبرش، هنعمل كوبي. تمام. طيب الليفلز هنا هنحاول برضو نقفل الليلة دي شوية. تمام وهنا كنترول اي هخلي الكلام ده كله يبقى تحت، بس مش عايز اعمله فوق، فاهمين؟ جريديانت كده اللي هو ايه، اسود من تحت ومن فوق فاتح عشان الاضاءة بتاعتي تبقى مظبوطة. القهوة بردت الله يسامحكو. تمام طيب عندنا الليفلز اللي في العربية ده انا حاسه زيادة شوية، عايز اقلله سنة بس كده. تمام كل الكلام ده ممكن نعمله ميرج، ما عندناش مشكلة، او لو احنا عايزين نحتفظ بيه ممكن بقى ايه براحتكم انتوا، بس انا هعمل ميرج عشان في شوية حاجات كده عايز اظبطها. زي ايه بقى؟ زي ان انا مثلا هجيب اداة الدودج، هي فين؟ هي هنا؟ لا مش هنا. طب هنا؟ هي هنا. طيب وهبدأ ادوس على حتة الفتحة اللي زي دي، ركزوا معايا. أداة الدوج دي بتعمل كوارث على فكرة. ابدأ ادوس كده بس ما تدوس قوي، خلي ايدك تبقى يعني على مهلها. لسه طبعا هنظبط الكشافات. مش عايزين نزود اوي يعني. حد هيقولي طب يا احمد
الازاز هنا مش متفرغ من الزهر اللي وراه. هقول لك يا باشا دي محتاجه درس لوحدها، يعني هي الموضوع مش صعب خالص والله، بس انا ما رضيتش ادخلها من ضمن الدرس عشان وقت الفيديو، بحاول اختصر لكم. العربية بدأت تنور معانا كده، بدأ يبقى فيها لمعة. تمام، طيب هنيجي بقى نعمل لاير جديدة، براش اللون الأحمر كده. لا يا عم، ايه ده يا عم، يا عم زود شوية كده ونشوف كده كولر دوج. طب اللي تحتها، طب السوفت، طب السكرين. خلينا نقول السكرين تمام، بس نطلع الكلام ده فوق عشان واخده لون مش تمام قوي يعني. تمام، هنقلل. حاسس اللون ده مش احمر، ولا السكرين هو اللي مغيره، ولا في حاجه غلط. طيب خلينا نكريت لير تانيه. تمام، بس خلينا نبيت شويه. كده بدأ يظبط. شوف السكرين ماشي. ممكن نديلها اللون ده، شوف كده اللون ده يقول ايه. شغالين والله يعني، حلوين. انا شايف ان السكرين هي افضل حاجة تقريبا. ماشي، محتاجين نظبط الجزء ده، انا حاسه مش حلو قوي بصراحة. طيب تمام، الجزء التاني. تمام قوي، لاير تالتة خالص، وهنكبر بقى الأحمر ده كده بالشكل ده. سكرين برضو، بس طبعا هنهدي الموضوع ده خالص بالشكل ده. ممكن ينزل تحت كمان. هنخليه هنا كده ونقلل الأوبست شوية، وبس كمان بتاع اللايرين نحاول نهدي الدنيا شوية. تمام، نبص كده بدأت الدنيا تظبط قوي. جميل، طيب في حاجات ناقصة طبعا، تركات ناقصة في العربية. أنا عايز الأحمر طبعا هيكون لي توزيعات في الحتت الصغيرة طبعا، بس الكلام ده هياخد شوية وقت. هنحاول ايه، هحاول اديكوا كده المختصر يعني.
تمام. تمام، في حاجات طبعا مش مظبوطة، نبدأ نظبطها. بصوا، هي جايز تفصيلة تكون يا عم ايه اللي انت بتعمله ده، بس والله فعلا كل ما بتركز في التفاصيل اكتر بتاخد نتيجة افضل بكتير من اللي انت بتكون متوقعها يعني. دي مش هنلعب فيها خلاص. طبعا التوزيع المفروض يبقى في الأجزاء بقى كلها. بس عشان ما اطولش عليكم يعني، هو ده يعني مختصرها كده. تبدأ تركز في تفاصيل بقى الدنيا من ورا عشان تبدأ تظبط معاك يعني. تمام. طيب خلينا بقى يا جماعة نطلع فوق كده ونبدأ نشوف الجريدينت هنا بيقول ايه. لا مش الجريدينت، انا اسف. خلينا الاول قبل الجريدينت نشوف مثلا السيلكتيف كولر، ناخد الريد لوحده كده، نبدأ نشوف الريد بيقول لنا ايه. حاجات برضو مش هقول لك ان هي حاجات ثابتة، بس حاجات على حسب ما عينك هتقول هو ده. تمام، ماشي. ناخد بقى الأبيض، ركزوا في العربية كده، في الكوارث. فبص معايا كده، تمام. خلينا نيجي نشوف، نعمل كونتراست. انا قصدي ان انا اغمق الدنيا دي كلها شويه عشان احنا داخلين على الراس الكبيره بقى. الراس الكبيره ده اللي هو ايه بقى؟ الكاميرا رو. تمام، طيب ساتوريشن. تمام. بس كده زي الفل. طيب هنيجي بقى عند اول لاير وننزل تحت على اخر لاير، وبعد كده الت سهم فوق هيبدأ ياخد لي كوبي من كل اللايرز اللي موجودة. كنترول A هيبدأ يعمل لي ميرج. تمام، هبدأ اخش بقى على الراس الكبيرة بالنسبة لي يعني، كاميرا رو. وبرضو الموضوع هنا مش حاجات ثابتة يا جماعة، دي حاجات كلها بتعتمد على عينيك انت. شايفين الديزاين بيحصل فيه كوارث والله. هنا الهايلايت، هايلايت اللي فوق اهي. تمام، كده المود كولر بالنسبة لي كله أصبح هوت، وأنا مش عايز يكون هوت، مش عايز تكون الألوان سخنة قوي، عايز الدنيا تكون يعني برضو هادية. طيب ندوس اوكي كده ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا فرق كبير كبير جدا 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 يعني. طيب الفايبرنس هنا
بيقلل لك الكالر شوية لو انت شايف ان هو زيادة قوي، بتقلل شوية الدنيا دي. طيب خلينا زي ما احنا، وخلينا نقول ان احنا كده يا جماعة خلصنا بشكل يعني مش كامل 100%، بس ده الشكل السريع. يا رب يكون عجبكم، وشوفوا الدرس اللي بعده عشان اكيد هيعجبكم ان شاء الله برضو. واتمنى ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.